رئيس تبون جدد التزام الجزائر بتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المحاصيل الفلاحية الاستراتيجية. التنمية هو الشغل الشاغل نتاعنا، نحاولوا اليوم باش اقتصادنا يتقوى وبالاخص التغذية نتاعنا، ننتج التغذية نتاعنا ورانا في ابوابها، وناس تهمينا لما شافوا الحمد لله الصحراء ولات خضراء ولات تجيب القمح، قال لك الذكاء الاصطناعي. معليش معليش، اذا كان الذكاء الاصطناعي يوكلني القمح مرحبا به.